مئات من سكان قرطبة إلى فاس حاملين معهم هذا الفن المتميز. الفخار الفاسي تيتبدا من المرحلة ديال الطين، والطين تنجيبوه من بنجليق، واحد المعدن تحت الأرض، وتيتسمى بالطين الكحل. تنجيبوه لهنا وتنخدمو، تنجيبوه طوب وتنديروه في الماء، في حد الكرة ديال حد الماء تتسمى الزوبة، وتنديروه يفزق واحد اليومين ولا ثلاث أيام، ومن بعد تنخرجوه وتنديروه واحد نعطيوه لواحد الصنايعي اللي عنده خاص بداك الشيء اللي تيخدم به، وتيتعجن وتنعطيوه للمواني، المواني اللي تيصنع الأشياء ديال الفخار. وحسب النصوص التاريخية كان بفاس ما يزيد عن 180 صانع فخار في القرن الثالث عشر. لا زالت صناعة الفخار تتبع الأساليب القديمة التي ترتكز أساسا على المجهود البدني لتهيئة الطين وجعله صالحا للاستعمال. ورغم العناء الجسدي الذي تتطلبه هذه المرحلة، إلا أنه يخيل إليك أن المعلم يجد نكهة خاصة في مداعبة الطين ورسم أشكال على هذا العجين الذي يصبح لينا وسلسا تحت رجليه. ثم في المرحلة الثانية تتحول العجينة بين يدي المعلم إلى شيء حي له معنى وغرض وفائدة، فبلمسات رشيقة يرسم الشكل الذي سيجعل الحياة تدب في عجين الطين. وأنت تشاهد المراحل التي يمر منها الفخار تدرك العلاقة الخاصة التي تربط بين الفنان المبدع والطين، بين الإنسان والأرض. ويتميز الفخار الفاسي بطابعه الخاص من حيث الشكل واللون والرسوم. مع مرور الزمن ترأت تغيرات في طريقة تحضير هذا النوع من الفخار، إلا أنه لا زال يحافظ على لونه الخاص والذي يميزه عن غيره من منتجات باقي المدن بالمغرب. وهذا بلود فاس كان نوع ديال واحد الحجر كنا تنخدموه هنا في فاس، تندق وتتحرق وتعطينا واحد الغبرة، داك الغبرة تنخلطوها مع الماء وتتولي واحد المادة تتسمى زرقاء. داك المادة اللي زرقاء تنخدمو بها تنزوقو بها، هي تنشوفو دابا على الأوانين ديال الفخار وتتزوق، ملي تتزوق تنطليوها عاوتاني بلي ماي اللي تعطينا داك النوع ديال البريو. ورغم ثمنه المرتفع والذي يرجع أساسا إلى الطريقة التقليدية المتبعة في تحضيره، فإن الفخار الأزرق يعرف ازدهارا واسعا عند المغاربة والأجانب.